مرحبا. القديمين ما تركوا شي ما قالوا، الصغيرة والكبيرة حطوا لها أعذار وأسباب وحكايات. يعني مثلا بيقولوا إذا طنت إذنك اليسار بيكون في حدا عم يذكرك بشي منيح، أما إذا كانت إذنك اليمين فبتكون الأمور رواء والجماعة ذاكرينك بالخير، وشو بدها تتحمل هالإذن لا تتحمل. هي خرافتنا لليوم، يلا روح لنعرف الحقيقة. طبياً طنين الأذن بيصير لأسباب كتيرة، مثل أنه تكون مارق بمكان معين وتسمع أصوات عالية كتير، أو بسبب التهاب أو انسداد قناة الأذن يلي بيغير الضغط فيها، وممكن كمان يكون ناتج عن إصابات بالرأس أو الرقبة. طنين الأذن يعتبر من الأعراض الجانبية لبعض الأدوية في حال أخذناها بشكل عشوائي وزدنا من جرعتها. حسب الدراسات الطنين بيصير عند الرجال أكثر من النساء. يعني باختصار الموضوع إذا استمر لازم تستشير طبيب، مو تروح تدور على الأشخاص اللي عم يحكوا عليك من ورا ظهرك. هي كل القصة. تضلوا بألف خير. رمضان كريم. باي.